ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. بغيت نعزي عائلة المغدور بها المرحومة شيماء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمها ويوسع عليها ويجعل قبرها روضة من رواد الجنة، ويجعلها هي تانيك طيرا من طيور الجنة، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. أعزي العائلة وأعزي الشعب الجزائري في موت المغدور بها شيماء، قلوبنا راهي محروقة عليها. يا ربي ترحمها برحمتك الواسعة، يا ربي توسع قبرها، يا اللهم آمين يا رب. قلوبنا قاع راهي محروقة عليها. أضم صوتي لصوت كل عائلة الضحايا والمفقودين، هادو الأطفال الملائكة اللي راهم يروحوا مغدورين، لازم الدولة تجيب لهم حقهم، لازم ربي يرحمها ويوسع عليها.